ليست قصة سينمائية، بل مأخوذة من قلب الواقع. ربما شاهدتها في أحد الأفلام، أو صنع لها مسلسل تلفزيوني قال منتجه إنه من وحي الخيال. لكن قصتنا اليوم حقيقية بامتياز، كما أنها مختلفة وخاصة وأيضا مبهرة. والشيء المبهر فيها أنها كللت بالنجاح، ووصل أبطالها للضوء في آخر النفق، وظل العالم أجمع يحكي عنها حتى يومنا هذا وحتى قراءة هذه الأسطر. وستظل مرجعا لكل من يسعى لحريته، كما أنها دليل على التخطيط السليم والذكاء والفطنة، الصبر والحكمة أيضا. نسرد لكم اليوم قصة ثلاثة شبان نجحوا في اختراق الحديد والعبور من عشرة أبواب مغلقة ليخرجوا ويلتقوا بحريتهم المنتظرة. قصة لمحبي الحكاوي البوليسية المثيرة، كما أنها أيضا موجهة لكل من يسعى لتحقيق حريته. لسنا نتحدث عن المسلسل الدرامي الشهير بريزون بريك، بل قصة حدثت بالفعل وأبطالها معروفون، وذاع صيتهم في العالم حتى هذه اللحظة، وهي أيضا وسام شرف لأبطالها يحكى ويتحاكى بها في كتب النضال حتى وقتنا هذا. ثلاثة شبان واجهوا نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بكل جرأة، ورسموا لنا قصة مثيرة بجل تفاصيلها. فحبسوا وتمت محاكمتهم في قضايا ملفقة، لكنهم قرروا المقاومة والصمود بإيجاد طريقة للهروب ساعدهم فيها زملاؤهم. قضوا فترات عصيبة ولحظات مميتة في أثناء التخطيط والتنفيذ لتلك العملية، لكنهم نجحوا في النهاية بالخروج من ظلام سجون نظام الفصل العنصري الذي سجنهم بسبب معارضتهم له فقط لا غير. وبالتأكيد هذا السجن لم يأتي من فراغ، بل نتيجة أسباب جلية لدى هذا النظام العنصري الذي سنتعرف عليه أكثر في أحد أكبر بلدان القارة السمراء. الحديث حول نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. حكمت جنوب إفريقيا في الفترة ما بين 1948 حتى 1990 بالحديد والنار في ظل نظام الأبرتايد العنصري في البلاد، حيث حكمت أقلية بيضاء جنوب إفريقيا ذات الغالبية السوداء، ولم يقم الأكثرية بالثورة عليهم بسبب حكمهم للبلاد، بل بسبب العنصرية في المعاملة ونظام فصل عنصري حقيقي يفرق بين الأبيض والأسود في كل شيء، حيث ركز هذا النظام على التمييز العرقي للسكان البيض عن غيرهم من السود، واعتبر السود عرقا أدنى، وحرمهم من حرية التنقل، حق الاقتراع وغيرها الكثير. لكن هذا النظام وجه بمعارضة شديدة من السود والبيض أيضا. قصة اعتقال النشطاء الثلاثة. على إثر تلك المقاومة امتلأت السجون في جنوب إفريقيا بالمعتقلين السياسيين، وحارب نظام الفصل العنصري المعارضين وقبض عليهم، وكان من ضمن هؤلاء ثلاثة، اثنان منهم بيض بالمناسبة، حاربوا هذا النظام، وهم تيم جينيكن، ستيفن لي، أليكس مونباريس، وهو مصري الأصل، بسبب معارضتهم لهذا النظام وتوزيعهم للمنشورات. حكم على جينيكن ومونباريس بالسجن 12 عاما، وحكم على ستيفن بالسجن 8 سنوات. وعند دخول الثلاثي للسجن قرر الجميع رسم خطة للهرب، وتتمحور تلك الخطة في عديد من المحاور والطرق المختلفة، ونستعرضها باختصار في الأسطر الآتية. خطة الثلاثي وتقسيم السجن وطريق الهروب الكبير. عقب دخول الثنائي تيم وستيفن، فكر الاثنان في طريق للهروب خارج السجن، وتوصلوا إلى الخروج عبر الأبواب المغلقة، ولكنهم لم يدركوا العدد الفعلي للأبواب، وهذا ما سوف يؤثر على طريقهم فيما بعد. ولكن قبل الحديث عن هذا، دعونا نشرح لكم كيف كان طريق خروجهم في السجن وتقسيمه. طريق خروجهم للسجن قسم إلى قسم الزنازين الذي كان به ثلاثة أبواب، باب أمام كل زنزانة، وباب مصفح أمامه، وباب للزنازين، ثم يأتي بعده سلم، وفي آخر هذا السلم يوجد باب رابع.
خلف هذا الباب يوجد ممر، في نهايته توجد غرفة للحراس وباب آخر أيضا، ويأتي بعد ذلك الباب السادس والسابع والثامن والتاسع، ثم بعد ذلك يوجد درج أي سلم، ثم يأتي الباب العاشر، وهذا الطريق على ما يبدو كان مخصصا للحراس فقط. تبدأ خطة الهروب بفتح الباب الأول للزنزانة، والذي كان عبارة عن باب حديد وفتح بمفتاح خشب. حفر به الديم كثيرا وجربه عدة مرات. الباب الثاني كان الأصعب، حيث كان مصفحا بشكل كامل ولم يكن له قفل من داخل الزنزانة، كان يفتح من الخارج فقط. فجلب تيم قطعة خشب مكنسة ووضع في آخر تلك الخشبة المفتاح بتثبيته عبر مسمار. مع وجود شباك بسيط في الباب وبوجود مرآة، نجح تيم في فتح الباب الثاني. أما الباب الثالث فهو لقسم المساجين، والفترة المسموح لهم بها بتجربة الباب هو يوم الجمعة حيث التنظيف. فقرر جانيكن أن يستخدم المفاتيح السابقة في فتح الباب الثالث. التجربة أتت ثمارها ونجح في هذا، ولكن الأخبار لم تكن سعيدة، حيث اكتشفوا عدة أبواب إضافية. فقرر ستيفن لي الخروج بحجة إصابته في أسنانه، ولم يكن هناك عيادة للأسنان داخل السجن. فخرج للطبيب، وهنا كانت الصدمة، أمامنا سبعة أبواب أخرى يا تيم. صدم تيم، ولكنهم قرروا تكملة الطريق الصعب، فقرروا فتح الباب الرابع الذي فتح بصعوبة، واستغلال بقاء حارس المساجين داخل غرفته في ساعة جعلها هذا كل ليلة للموسيقى. أما الباب الخامس فكان له مشكلة خاصة جدا، وهو قربه لغرفة الحرس. الوقت الوحيد المتاح لهم لتجربة هذا الباب هو عندما يقوم الحارس بتفتيش المساجين، فكان من الصعب وجودهم حينها في الزنازين. ولحسن حظهم وجدوا خزانة تتسع لشخصين للاختباء بها بجوار السلم المؤدي للباب الرابع. فحينما يذهب الحارس للدور الثاني حيث المساجين، يكون هم داخل تلك الخزانة، وحينما يعبر يذهبون للباب الخامس الذي فتح بسهولة شديدة. الباب السادس كان الأصعب، فقد كان مفتاحه مختلفا بعض الشيء، وصنع له مفتاح خاص من أسلاك معدنية، ونجح تيم وستيفن في فتحه بعد صناعة تلك الأسلاك المعدنية. الباب السابع كان الأسهل، فاستطاع تيم خلع القفل الخاص به بسهولة وكذلك عودته لمكانه، ليتمكن الثنائي من فتح الباب الثامن والتاسع بسهولة شديدة. بالتأكيد كل تلك المرات لم تكن في ليلة واحدة، بل خلال ليال عدة وكثيرة. بعض المفاتيح أخذت عدة أشهر لصنعها في ورشة عمل خشبية بالسجن. وعقب وصولهم للباب التاسع قرروا بعد عدة أيام الهروب الكبير من السجن. ففي يوم 11 من ديسمبر عام 1979 نجح الثلاثي بالهروب بمساعدة السجين دينيس جولدنبرغ المعارض السياسي الآخر، الذي قام بالتحدث مع حارس السجن حول رياضة الراكبي المفضلة لدى الأخير لكي يقوم بعملية إلهاء له. مر الثلاثي بتسعة أبواب ونجحوا في عبورها جميعا، فيما كادوا أن يفشلوا عند الباب العاشر، ولكن لحسن حظهم نجح أليكس مونباريس في كسر الباب العاشر والهروب أخيرا. هرب الثلاثي في ثياب مدنية سرقوها من السجن وفروا خارج البلاد بعدها. وبعد سنوات من العنصرية المقيتة نجحوا في العودة لبلادهم والتحدث بحرية عن تلك التجربة المثيرة، حيث إن اختراق ثلاثة رجال لعشرة أبواب أمر ليس بالهين أو السهل. توتر وفرح، قلق مستمر، ورغبة ملحة في الحرية، مجموعة من المشاعر المختلفة والتي وصفت حياة هؤلاء الثلاثة داخل سجن بريتوريا المركزي. قصة كفاح ضد الظلم ظلت عالقة حتى يومنا هذا، أي عقب مرور 45 عاما، وستعيش معنا دوماً.